حسبي أن أكون خادما في بيتك طول أيام حياتي. ونعمتك تكتنفني فعندك هدوء القلب وصفو الأفكار وأمامك ندرك حقيقة الوجود. حسبي بيتوخ قالوا هو عليت واخدهم بندي صغضيت ملكوش بايون حاسوا لي خردة أحقي إبراشية حيفا والأراضي المقدسة للموارنة. صاحب السيادة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة القاهرة والسودان السامي الاحترام، حضرة الآباء الأفاضل، أبناء وبنات رعية مار شرب العمان المحترمين، وأنا أسأل الآب أن يعطيكم باراقليطاً آخر روح الحق يقيم معكم إلى الأبد. إنه لمن دواعي سروري يا صاحب السيادة أن تترأس هذا الاحتفال الكنسي المبارك، وأنتم خير من أسس وبنى وأعلى البنيان في هذه الرعية المباركة التي قضيتم فيها 15 سنة، تعملون بكد ونشاط وغيره،
أحببتم أبناءها بكل طوائفهم، وهم أحبوك حباً كثيراً يستمر مع الأيام ويكبر. الشكر لكم على حضوركم ومباركتكم هذا الاحتفال. في عيد العنصرة تمم الرب وعده بأنه لن يترك كنيسته الناشئة في حال يتم، فأرسل لها من لدن الآب الروح المعزي والهادي، وهو بمثابة امتداد لشخص يسوع الضامن بقاءه فادياً ومخلصاً والمحقق في النفوس ثمار الفداء والخلاص. لكن الرب اشترط لقبول روحه القدوس أن نحبه ونحفظ وصاياه، فكان وعده في إنجيل اليوم: إذا كنتم تحبوني تحفظون وصاياي. ثم يقول في يوحنا 15: ليس لأحد حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. يسعدني اليوم أن أوجه كلمتي إليكم من خلال الأب أنطوان الدويهي، الوكيل البطريركي في القدس، الذي ينقل إليكم تحياتي وتحيات الكهنة جميعاً والحاضر معكم في هذه المناسبة العزيزة على قلبي وقلبكم، والتي لم أتمكن من الحضور شخصياً بسبب التدابير القانونية المرتبطة بالإقامة وجواز السفر. في زمن العنصرة، زمن التجديد والإرسال، نودع وإياكم المونسينيور غازي خوري الذي يغادرنا بعد 3 سنوات ونصف من العمل الدؤوب والتضحية في سبيل الرعية التي خدمها بكل ما أعطي من مواهب ومزايا وعلم وفضيلة، كي تبقى الرعية فاعلة وحاضرة إلى جانب سائر الكنائس في عاصمة الأردن عمان، برعاية جلالة الملك عبد الله بن الحسين الفائق الاحترام. نودعه وهو ينتقل إلى رسالة أخرى تنتظره في أبرشيته العزيزة صيدا، كي يتابع رسالته هناك على مثال الرسل الذين كانوا مع القديس بولس ينتقلون وينقلون البشرى السارة إلى مؤمني الكنائس في كل المدن والقرى والبلدان. كما نودع أخانا الأب سامر زكنون الذي خدم في هذه الرعية منذ الأول من أيلول 2016، فكان مساعداً للمونسينيور نبيه الترس وبعدها للمونسينيور غازي خوري، وقد عمل الأب سامر في الظل واضعاً كل ما أعطاه الرب من مواهب في خدمة الرعية والمؤمنين، بخاصة في حقل التعليم والإرشاد والتوجيه، فكان لحضوره أثر في نفوس كثيرة عمل لها مرشداً ومساعداً، ولولا جائحة الكورونا لكانا عملا أكثر بكثير على صعيد الرعية ومؤسساتها وعلى نهر الأردن أيضاً. باسم كهنة الأبرشية وباسم أبناء وبنات رعية مار شرب العمان وباسم الشخصي، أتقدم بالشكر العميق من المونسينيور غازي ومن الأب سامر زكنون على خدماتهما المميزة والبصمات الطيبة التي تركاها في الرعية، متمنين لهما دوام الصحة والعافية والعمر الطويل، راجين أن يتابعا رسالتهما في أبرشيتيهما، وسوف نذكرهما في صلاتنا
راجين أن نلتقيهما دوما في حقل الرسالة أينما خدما. نودعهما اليوم بعدما أنهيا خدمتهما الرعوية وتم تعيين الخوري جوزيف السويد كاهنا لرعية مارشر بالعمان. الخوري جوزيف كاهن غيور خدم مدة 24 سنة في رعية مارتقلة سد البوشرية. هو ذاك الوجه الإعلامي الذي عرفتموه عبر برنامج جيل الإنجيل الشهير وعبر مؤلفات موسيقية كنسية وكتابات عديدة ومسرحيات دينية. يأتي إلى رعيتنا ليتابع ما عمله كل الآباء الذين سبقوه وبخاصة المونسينيور غازي والأب سامر. أتوجه إليكم أنتم أبناء وبنات الرعية المباركين لأدعوكم بكل محبة للالتفاف حول الأب جوزيف في بداية رسالته معكم، فتكونوا على رأي واحد وقلب واحد كي تبقى الرعية واحدة، ويتسنى للمسؤول عنكم أن يتابع معكم بنشاط وغيرة واندفاع هذه الخدمة، فتبقى الرعية خير شاهد على المحبة تجاه بعضها البعض وتجاه جميع الناس من كل المذاهب والأديان، وأن تكون الرعية برأسها وأعضائها ملتئمة حول المسيح الذي يعطي كل واحد منكم ما قسمه الله له كما الجسد مع الرأس. من جهتي لقد عملت جاهداً لأكون معكم في هذه الفترة من التسليم والتسلم، ولكن الموانع القانونية حالت دون ذلك. نرجو أن تزول قريباً لنعوض ما فات من لقاءات واحتفالات في الرعية المباركة. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أرفع الشكر إلى الله الذي منه وبه وإليه كل بركة ونعمة، والشكر الخاص لصاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة، الذي اقترح سابقاً اسم المونسينيور واليوم اقترح اسم الخوري جوزيف سويد لمتابعة هذه الخدمة والرسالة. أجدد الشكر لسيدنا جورج شحين، كما أشكر أخي سيادة المطران مارون العمار الذي أفسح المجال للمونسينيور غازي ليقوم بخدمة رعية مارشر بالعمان طوال هذه المدة، كما أشكر لسيادة المطران بولس عبد الساتر موافقته على إرسال الخوري جوزيف سويد إلى الرعية المذكورة. نطلب من الله أن يوفق كاهنكم الجديد الذي يتسلم المسؤولية اليوم ليعمل على متابعة الرسالة كما أسلافه من خلال المواهب التي منى بها الله عليه بقوة المسيح القائم من الموت وينفح من الروح القدس. بارك الله مساعينا جميعاً كي نقوم بما يجب علينا القيام به، طالبين منه تعالى أن يغدق علينا نعمه وبركاته لكي يتمجد اسمه تعالى، ولكي نحب بعضنا بعضاً كما هو أحبنا، فنكون له تلاميذ حقيقيين، فننطلق إلى رسالتنا بكل غيرة وشجاعة على مثال الرسل بشفاعة العذراء مريم ومار يوسف ومار شربل وجميع القديسين. ولتحل علينا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين. عن كرسينا في حيفا المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة، النائب البطريركي في القدس
وأراضي السلطنة الفلسطينية وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية. واسمحوا لي أيضاً أن أتلو عليكم أيضاً مرسوم تعيين وتفويض للخوري جوزيف سويد. سجل التعيينات عدد 1/2021. مرسوم تعيين وتفويض. إننا بأسطورنا هذه نعين حضرة الخوري جوزيف أندري سويد، والدته سارة يوسف سعدة، مواليد بيروت، راعياً لكنيسة مار شربل المارونية في عمان، ولأبنائنا الموارنة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومسؤولاً عن إدارة أوقافها، ويتمتع بصلاحيات خوري الرعية المنصوص عنها في الشرع العام والشرع الخاص، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخه، عمان في الأول من حزيران 2021. المطران موسى الحج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة، النائب البطريركي في القدس وأراضي السلطة الفلسطينية وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية. يروعني صخب البحر وصوت قصيف الرعود، فآنس منك مع الفجر بفيض الرضا والجود، فيا مبدع الكون من سواك بسر وجودي، فكم فيك يا رب من سر وآيات مذهلات، حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاة. منقدم لك يا بي الكل هالإنجيل المقدس، كلمة ابنك ووصيتك إلنا، كلمة ابنك اللي كانت ورح تبقى زوادة كل كاهن وسلاحه الوحيد بمواجهة كل تحديات الحياة. منقدم لك يا بي الناس والأيام هالبطرشيل بقداس بونا جوزيف الأول، تيضل يتذكر إنه هو خادم الأسرار وحامل نيرك الطيب والخفيف، وكل مرة رح يلبسه رح تذكره يخدم أسرارك بفرح ونشاط بدون تأفف. مفتاح بيت الإربان بأيسرية فيليبوس بيقول يسوع لبطرس: لك أعطي مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللته في الأرض يكون محلولا في السماء. المسنيار رح يقدم للكاهن الجديد 3 مفاتيح: مفتاح باب الكنيسة، مفتاح بيت الإربان، ومفتاح بيت الزيوت. المفتاح بيرمز للقدرة، واللي معه المفتاح هو السيد وصاحب الدار، واللي بيمتلك المفتاح بيصير بإيده سلطة الحل والربط. هالمفاتيح رح يفتح فيهم الكاهن الجديد كنوز السماء، ومنها رح تفيد النعمة والبركة على المؤمنين، ومن خلال قلوب كتيرة رح تتبلسم وتنشفى. أبونا جوزيف مش حابب يربط إلا اللي ربطه المسيح، ورح يكون شعاره لهالمرحلة: سأجعل كل شيء جديدا. الزيوت بيرمزوا للبلسم، الموجوعين صاروا كتار، والمرضى كتار، والقلقانين والمضطربين والمهمومين ويلي قسيت عليهم الحياة صاروا أكتر. منقدم للكاهن الجديد الزيت المقدس
تيذكر الناس أنه مهمته الأولى مسحنة هالعصر ومش عصرنة المسيح، ولأنه الميرون هو ريحة المسيح الطيبة اللي بدها تفوح بكل العالم، بيستلموا الكائن الجديد تيمسح فيه جروحات المتألمين. الزيت هو علامة البركة الإلهية وعلامة الفرح، ومنستعمله تنطيب ونعطر. ما لازم ننسى أنه الملوك والكهنة والأنبياء كانوا ينمسحوا بالزيت، وبالمسحة كان يحل عليهم روح الرب، روح الحكمة والقوة والتقوى ومخافة الله والفهم، روح المشورة والعلم. وبيستعملهم الأسقف اليوم لتكريس الكنائس والمذابح والأواني وتبريك الأجراس. سجلات كنيسة مارشربي العمان عم تتقدم بهالوقت للكاهن الجديد تيدون عليها أسماء كل اللي تعمدوا وعملوا قربانتهم وتكللوا وانتقلوا على مملكة الآب من هالكنيسة اللي رح تكون منارة من منارات المملكة الأردنية الهاشمية، ونيال كل اللي رح تنكتب أسماءهم بسفر ملكوت السماوي. الشمع بتدل على المسيح اللي قال عن حاله أنا نور العالم، ومثل ما الشمع العسلية بتنعمل من شهد العسل، هيك مطلوب من كل مسيحي يكون طيب مثل العسل ويشتغل بنشاط مثل النحلات، لأنه الخيط اللي بيشتغل بقلب الشمعة وبيعطي نور، هيك مطلوب من قلب الكاهن الجديد يكون قلبه ولعان وروحه شعلانة بحب المسيح وولاده اللي اؤتمن عليهم. الرسول بولس بيقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بنهاية هالتقديمات واليوم بأربع حزيران 2021 رح يقدم المونسنيور غازي صليب اليد اللي زين إيده عمدة 3.5 سنين، ويقدمه للكاهن الجديد تيقله قوي قلبك ومشي هالدرب بقوة، وقدم ذاتك لخلاص نفوس اللي ائتمنك الرب عليهم. حمول صليبك دايما بفرح، وما تخاف ترفعه بوجه الدياب مثل ما رفعه موسى بوجه الحياية بالصحراء وبعده مرفوع لليوم على جبل نابو. يا رب بارك الكاهن الجديد بونا جوزيف بمهمته الجديدة الرعاية والتدبير والتقديس بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبارك الأبونا اللي خدم هالمذبح على مدى 3.5 سنين تيضلوا يزرعوا حبوب محبتك وين ما بيكونوا. إلك المجد للأبد، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من بميلادك اتخذت طبعنا وبإيمانك نقيتنا وبصليبك خلصتنا وبقيامتك أحييتنا، أهلنا لعيدك الذي لا تغرب شمسه، وافتح عيوننا على نور مجدك فنرى بهاء وجهك ونسبحك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعت ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض برخمو الريش كهني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى المسيح الذي مسحنا بتجسده مسحة البر والقداسة، وافتدانا بموته وأقامنا بقيامته. برخمو الريش كهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وكل أيام حياتنا
إلى الأبد. ما أعظم أعمالك أيها الرب يسوع، لقد صنعتها كلها بقوة وحكمة. في أول يوم جمعة من الزمان خلقت الإنسان على صورتك ومثالك وغمرته بمواهبك وحبك، وفي يوم الجمعة أيضا صلبت عنه وفديته، واليوم تحتفل البيعة المقدسة بقيامتك وتذكرنا بالخلق والفداء والانتصار. فالمجد لك يا ربنا على كل ما فعلته لأجلنا، يا من أبدعتنا مرة أولى خليقة في الفردوس، ثم أبدعتنا خليقة جديدة بموتك وقيامتك. والآن نسألك على عطر هذا البخور أن تمنحنا الفرح بفدائك وانتصارك، فنحمل اسمك وخلاصك إلى الناس أجمعين، لتصبح الأرض والسماوات أرضا جديدة وسماوات جديدة. فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس برخموريش كهني، ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. واكسر الخبز قوتا مثل سمعان، ويوحنا أسرع ابن إشراحي. هللويا، عم الأرض والسماء طيف السرور، يوم قام ابن الآب الفادي الدون، صار منا إنسانا ابن العذراء، أبطال الموتى أحيا موتى القبور. تقبل أيها المسيح عطور بيعتك التي خرجت من جرح جنبك على الصليب، وهي تمجد اسمك الذي تنحني له كل هامة مما في السماء وعلى الأرض، وتعترف بقيامتك وتشكرك وأباك وروحك القدوس برخمورش كهوني الآن وإلى الأبد. آمين. قد شكله قد شكله حيلتون قد شكلهم يطول مشيحكم بالبنيت اتراحة معين قد شكله قد شكل
أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. في هذا اليوم الزائر قام الفاد ابن الله، داس الموت والأكبر، أحيا الكون والإنسان. اهتفوا يا شعوب، داس الموت والأكبر، رتلي يا قلوب، أحيا الكون والإنسان. ربي يا من تقبل خدمة خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. وبارك يا رئيس الكهنة. المجد للسيد بولس والرسل، والتفت مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذه الرعية وأبنائها ومؤمنيها إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة كما أطعتم دائما، لا في حضوري فحسب، بل بالأحرى وبالأكثر الآن في غيابي. فالله هو الذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته. افعلوا كل شيء بغير تذمر وجدال، لكي تسيروا بسطاء لا لوم عليكم، وأبناء لله لا عيب فيكم، وسط جيل معوج ومنحرف، تضيئون فيه كالنيرات في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني ما سعيت ولا تعبت باطلاً. لو أن دمي يراق على ذبيحة إيمانكم وخدمته، لكنت أفرح وأبتهج معكم جميعاً. فافرحوا أنتم أيضاً وابتهجوا معي، والتسبيح لله دائماً. ونفرحوا فيه. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم،
كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء. وأيضاً أقول لكم، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من لدني أبي الذي في السماوات. فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. حينئذ دنا منه بطرس وقال له: يا رب، كم مرة يخطأ إلي أخي وأظل أغفر له؟ أإلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. صاحب السيادة المطران جوزيف جبارة، سعادة القنصل جورج فاضل، معالي الأستاذ سامي هلسة، حضرة رئيس الجالية اللبنانية، هيئة المغطس الممثلة بالدكتور عبد العزيز العدوان، الأخوات الفاضلات راهبات الوردية، راهبات الصليب، راهبات الأم تريزا، القنوات الفضائية، ولتنقل مراسم هذا الاحتفال تليلوميار وراديو مريم، الآباء الأفاضل، أيها الإخوة والأبناء الأحباء، مثل ما بيقول المثل، صدفي غير من ميعاد. ما كنت بتوقع أن يكون اليوم معكم بهالمناسبة المباركة، واللي أكيد كنت بأجواءها، لأنه عمان رعية عزيزة. اليوم انذكر أبونا جوزيف سويد 24 سنة برعيته بلبنان، وإحنا كمان رعية مرشار بالعمان 24 سنة. أنا الصدف الحلوة إنه دخلت على هالرعية ب 6/6/97، وإحنا اليوم 4/6، وقلنا له لأبونا جوزيف إحنا حندخل على مستوى الرعية وتأسيسها 25 سنة، يعني السنة بنحتفل باليوبيل الفضي. وأيضاً فينا نعتبر هالسنة سنة يوبيلية، يعني كل الأنشطة فيها وكل مشاريعها وكل الأمور بتكون بنفس يوبيلي، مثل ما شعار أبونا جوزيف: سأجعل كل شيء جديد، بمعنى أنه كل الأمور حتكون بنفس جديد، بروح جديدة ومتطورة، بما يخدم رسالتنا ككنيسة، بما يخدم حاجات شعبنا، بما يخدم كل ما يبني فينا الإنسان المسيحي والمواطن الصالح.
أحبائي نحن شو كان هدف وجودنا من 25 سنة بعمان؟ الهدف إنه نساعد مع الكنيسة المحلية في بناء الإنسان، في بناء حياتنا الروحية الاجتماعية الرعوية العائلية. واجتهدنا واشتغلنا. أنا اليوم فرح كبير لأنه عم بلتقى كتار من الوجود، 99% منعرف بعض وترافقنا، وانتم موجودين علامة أمينين لوجودكم بهالرعية للعمل والرسالة بهالرعية. نشكر الرب على كل شيء، نشكر الرب على نعمه وعطاياه، نشكر الرب على هالسنين 24 اللي مرت واللي كان فيها التأسيس والانطلاق بهالرعية وتقلب عليها وجوه كثيرة. ولكن بالنتيجة الرعية ثابتة والرعية تبقى. اليوم أنا كنت بالبداية وشيء مجلس ومجمع كنيستنا المارونية أن ينتخبني مطران، وخدمتي كانت بالسر إلى العمق، كان الشعار بمصر، وبعد مني تولى مونسنيور جهاد نصيف، المونسنيور نبيه الترس، وبالفترة الأخيرة مونسنيور غازي، وكان عم بيرافقوا أبونا سامر، بيتعاونوا مع بعض لخير الرعية وخدمتها. واليوم انطلاقة جديدة مع أبونا جوزيف سويد. هيدا كل هالأمور تهدف إلى خير الكنيسة وخير الرعية. بمعنى الرعية ليست شخص، الرعية هي جماعة، جماعة المؤمنين بالمسيح. الرعية هي ناس يتضامنوا يتكاتفوا يتعاونوا مع بعض من أجل بناء الجسم الواحد واللي رأسه يسوع المسيح. إذن لسبب أوقات كتير بهالمسيرة بيكون فيها تعثرات. وحلو كان كلام يسوع اليوم لبطرس، كم مرة بدي أغفر؟ 7 مرات؟ 70 مرة؟ 7 مرات. يعني في أخطاء، في أغلاط، في تعثرات، ولكن الأساس ثابت، المسيرة واضحة، الهدف أيضا جلي مثل نور الشمس ومثل وجوهكم المنورة اللي بتفرح القلب. فإذا علينا أن نعمل ونجتهد حتى مسيرتنا تتتابع. أنا بشكر سيدنا موسى اللي أتاح لي هالفرصة، اتصل فيي. يعني تدبير ربنا غير تدبير البشر. قال لي أنا متعسر بالأوراق وبالمعاملة، وارتقيت، فقال لي إذا بتقدر وقتك بيسمح عندك تمر على عمان. قلت له بكل سرور سيدنا، أنا بشكرك على ثقتك ومحبتك. فاليوم بنوجه له تحية، هو اللي عم بيرعى هالأبرشية بعد سيدنا المطران بولس الصياح، وعم بيتابع اهتماماته ورسالته وخدمته. وأكيد سعيد إني أشوف أبونا أنطوان دويهي اللي نحن سوا أبناء أبرشية وحدة بلبنان، واللي موجود بالقدس كمان كمدبر بالنيابة البطريركية بالقدس. وخير اختيار إنه يكون أبونا أنطوان عم بيقوم بهالخدمة بالقدس. فإذن ربنا بيختار أشخاص، بيختارنا جميعاً لمهمات، لمسؤوليات، لعمل، وعلينا أن نقوم بالخدمة كما يجب، لأنه يكون الهدف
الرسالة وليس هدف الأشخاص، وليس هدف أنا وين بدي أكون وكيف بدي أتصرف وشو لازم أعمل. الهدف الرسالة ككل، الهدف الرعية، المسيرة، الكنيسة. ونحن يا أحبائي إذا في تعثرات على مستوى الكنيسة، على مستوى الوطن، على مستوى المجتمع، لأنه في تجاذبات شخصية ومصالح خاصة، وهالأمور بتدمر بتدمر. إذن نحن لأنه انطلقنا بسلام وانطلقنا ببركة الرب وشفاعة مارشربل اللي راعي هالكنيسة وحاميها، المسيرة انطلقت بسلام، وكلكم حطيتوا أيديكم وتعاوننا مع بعض، وكل واحد منكم كان له طابع معين، كان له بصمة معينة، كان له يد بالعمل. وأنا بتذكر إنه مش دائماً الأعمال بتكون إنه عم نبني حجر ولا عم نبني أي أمر. أو لما انطلقت أنا برسالتي وذكرتها من زمان، وفي البعض منكم لربما بيتذكروا، لما رعيتي بلبنان حمل قال نحن هديتنا لإلك يا أبونا حنقدم لك 30 قداس، يعني صلوات مستمرة حتى رسالتك تنطلق وتكون ناجحة. ودون شك اليوم كل واحد منا لما انطلق للرسالة الناس اللي تعرف عليهم واللي مر على خدمتهم أكيد محملينه وحاملينه بصلواتهم. يعني لست حق أهلا ولا مستحق أن أقول لأبونا غازي اليوم اللي خدم بكل أماني بمساعدة أبونا سامر، شكرا لكم على محبتكم وتعبكم ورعايتكم، لأنه كانوا حاملين الأمانة اللي أنا حملتها وكنت ملتزم فيها. وأكيد نقول لأبونا جوزيف سويد اللي منحبه ومنعزه، واللي يعني سمائهم على وجوههم كلنا منعرف، سيدنا المطران ذكر بالكلمة هالبرنامج الشيق والغني والمفيد، جيل الإنجيل اللي كان انطلق من لبنان، وأكيد كتار عبر العالم كانوا يشوفوا هالبرنامج وكانوا عم بيتابعوه، وكان مميز لأنه عم بيعرفنا على كلمة الله عبر الإعلام اللي لربما محسوب على أمور سياسية، أمور اجتماعية، أمور أخرى. الإنجيل خرق توجهات القنوات وهالبرامج حتى كلمة ربنا توصل، الناس تتعرف بطريقة تقنية بأسلوب جديد، بحداثة الأنجلي الجديدة يتعرفوا على كلمة الرب بقى. وكانت ندوات وكنا نشوفها بكل شوق وبكل حب، وكنا نتلمس فيها الغنى. إن شاء الله أكيد مسيرته بالحماس اللي هو مندفع فيه يتابع خدمة هالرعية وبكل الطاقات الموجودة فيها، وعم بيتلمس فعلا الغنى الموجود بكل الأشخاص اللي عم بتعرف عليهم واللي عم بشوفهم. بقى نحن مطلوب منا اليوم نمد إيدينا لإله ونقول له أهلا وسهلا دون شك، ولكن إيدنا معك، إيدنا بإيدك حتى ننطلق بهالمسيرة، مسيرة الخدمة، مسيرة هالرسالة. وزي ما قلنا بالبداية 25 سنة تكون فعلا سنة يوبيلية، يعني كل فترة يكون في نشاط، يكون في مشاريع، يكون في أمور تبرز الغنى اللي قادر تعطيه الكنيسة واللي قادر يعطيه كل واحد منا. سيدنا أنا بشكر حضورك معنا اليوم والأباء الأجلاء وكل اللي شرفونا من الكرام المحترمين، وكل شخص بقامة بحد ذاته هذا فرح كبير لإلنا، لأنه كل عمرها الكنيسة بوابها مفتوحة وبتبقى منورة.
بوجود هالوجوه الطيبة، وإن شاء الله تبقى مسيرتها متتابعة وتكفي رسالتها، وربنا يبارك كل خطوة حتى نبقى مجتمعين، لأنه مثل ما سمعنا بالإنجيل كل ما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون بوسطهم. نحن اليوم مجتمعين باسم يسوع المسيح، وأكيد الرب حاضر بوسطنا، وأكيد في فرح بالسماء جماعة تلتقي مع بعض لتصلي لتسبح لتمجد لتشكر، تشكر أباء فاضل أبونا غازي أبونا سامر على خدمتهم لتستقبل كاهن جديد راعي. ولما في استمرارية هيدا عمل جيد، هيدا عمل ناجح. أنا بخدمتي بمصر بالحق أنا سابع مطران بالحقبة من 1905 للحظة سبع مطارني، ولكن كان في فترات كان في فراغ ما يكون في مطران، ولما ما يكون في أسقف وراعي تبقى الرعية شوي متهاوية ضعيفة، الأبرشية شوي على محطوطة على جنب حسب المصري. بقى إذن كتير مهم لما بيكون في مسيرة تتتابع، في أشخاص عم بيتحملوا المسؤولية عم بيحطوا إيدهم على المحراث حتى يمشوا بالعمل بكرم الرب بحق للرسالة. وأنا برجع اليوم عم ترجع في الذكريات لأربع وعشرين سنة للوراء. أنا كنت برعي بلبنان، ولكن لما جيت للأردن أصبحت ابن الكنيسة ككل بالأردن، لأنه التقينا بالأرثوذكسي وبالكاثوليكي بالبروتستانتي بكل الكنائس، وكان عندي حضور وإلنا حضور مع الكل وتواصل مع الكل، وكان أمر جميل جدا وغنى لأنه أغنينا بعضنا البعض. فإذن نحن اليوم المسيرة ستتتابع، وعندنا ملء الثقة إنه أبونا جوزيف سويد يكون على قد المسؤولية لينطلق بما عنده من نعم الرب أعطيها وحطها بين إيديه، والنعم اللي ربنا أعطيها كتيرة، الوزنات كتيرة، بدنا نساعده حتى كل هالوزنات هالطاقات يفجرها يشتغلها يعمل فيها معنا بوسطنا لغنانا الشخصي، لغنانا كجماعة، لغنى عائلاتنا، لغنى رعيتنا، لغنى المجتمع الكنيسة الأردنية والمجتمع الأردني. ربنا يبارككم جميعا. برجع منكرر أبانا الأفاضل الشكر لكم على خدمتكم. أبونا جوزيف أهلا وسهلا فيك، وربنا يبارك كنيسته، ونعم الرب تكون علينا وتفيد علينا جميعا بنعمة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء صار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والإبن، الذي هو مع الآب والإبن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،
وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمورية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوط مربحي دلوه والوط لوه دمحا بتليوه وينو بصوت طيب وطوخ يعول البيتوخ وسجود بهيكلو وتكوتشو رحلت أخبر يودا بارك وبزادي قوتوخ لفي صلى على إمات المراد قالون قابل قربانو ونتراحم علي بسطوتو هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حجم الآب قوتا للعالم قابلاني حجم العذراء الأم النقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخاصة صرت فوق المذبح قوتا للبيع أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت كرابين الأولين، اقبل ما يحمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من كرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. بنقدم لك يا رب الخمرة اللي انعصرت من بعض أطفى وراح تصير على مذبح القديس شربل دم المسيح، هالدم اللي تقدم فدية عنا لخلاص نفوسنا وغسلنا من الخطية اللي بعدها عم نورطها من بياتنا ونورطها لأولادنا. بنقدم لك يا بي الكل هالخبز اللي رح يصير قربان مقدس على مذبح الكنيسة، ورح نتقاسمه كلنا سوا اليوم بقداس التسلم والتسليم بين بياتنا الروحيين. هالخبز اللي أكلوا منه جدودنا وبياتنا وأماتنا وتقدسوا، هالخبز اللي رح يقدسوه اليوم لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية ورث الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار شربل. اذكر اللهم آباءنا وإخواتنا الأحياء والأموات أبناء البعث المقدس، بخاصة من تقدم عنهم ولأجلهم هذه الذبيحة. نصلي من أجل هذه الأبرشية، هذه الرعية الذين خدموها والذين سيخدمونها وكل أبنائها والقيمين عليها. أذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. هللويا لوالدة الله الأم العذراء الأنبياء والرسل والشهداء والخدام الكهنة شوق الأبرار كل أولاد البيع نحي الثفتار. هللويا مريم يلدت هالوم دغرون لم بيشفي حيوسود وكين وكون والخلون يلدت عيدو من دور الدور وعدام العالم علم الآمن وآمن.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحي وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام الأسرى المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم أيها الآباء الأجلاء، يا صاحب السيادة، ويا إخوتي أحباء روح القدوس. السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. فليكن إله السلام. فليكن إله منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، برخ موريش كهني، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأباد. يا رب ادعك بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل الشر وامحو جميع مخالفاتنا، بارخ مرشكم، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحضور روح القدوس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا، إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. Oh,
إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم لخلاصنا. وبيوم هودك نمحشو إلي مع بتحيي ساب اللحم بدو قاضي شدو بارخ قاضش واكسو يا بالتلميدة كدوا ساب أخول منك كل خون هونو دنيتاو فغرودي دحلو فيكون وحلف ساقية ما تقصي وما تهر حصير حبي والحي دلعون لم أقول دم زلو من حمرو من ميو بارخ مقارش ويا بالتلميذة كدوما سابش تاو ملك الخون هونو داني تاو دمو دحلوف يكون وحلوف ساقية ما تشد وما تهد حصاية حب والحاية ذا العلم علمي وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك رحمتك ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تلين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا وأعوذنا لهذا تطرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنك ومن أجلها كلها إياك نشكر إياك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا مرهبا ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان Your life is
ليجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية النفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية، آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبات، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الانطاقي ومار موسى مطراننا ومار جورج الذي يحتفل بهذه الذبيحة الإلهية، وسيدنا أيضا الحاضر معنا وكل الكهنة، وأعضدهم وأعضد الشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. ونذكر موتانا الذين سبقونا إلى ديار الخلود، لكي ترحمهم بشفاعة أمنا مريم العذراء ومار يوسف ومار شربل وجميع القديسين، غافراً خطايانا وخطاياهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، آمين. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد،
فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآن معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة، اقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر. برح مورش كهني، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس لنا وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك. بارك يا رب سجلنا لك المنحنين أمامك، الضارعين إليك وأهل لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقدسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء والأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدتك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا مغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
هلال الرحمة هلموا تعالوا إلى عشر الله العظيم طوبى للمدعوين إلى وليمة الأمل تعالى اغسلني فأصبح نقي والتسبيح إليك نرفع لأن غطمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محبا للبشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا رب يا رب يا محبا للبشر ارحمنا أخوتي الأحبة بعد القداس مباشرة صاحب السيادة مع الكهنة رح يكونوا واقفين قدام المذبح لتقبل التهاني وقبل البركة الختامية رح يشكر مونسينيور غازي ربنا وكل
أبناء الرعية على تواجدهم ووقوفهم إلى جانبه، كما أنه من بعده رح يكون في كلمة للخوري الجديد لرعيتنا مع تصوره لأفكار حطتها لإنعاش الرعية والمتابعة بحياة الرعية. إنما قبل اثنين مثل ما بلشت بكلمة لصاحب السيادة، رح أختم بكلمة باسم الكهنة كمان نشكر أبونا غازي وأبونا سامر ونقول له لأبونا جوزيف أهلا وسهلا فيك. ماذا أرد إلى الرب عن جميع ما كافأني به؟ صاحب السيادة المطران جورج شيحان السامي احترامه، صاحب السيادة المطران جوزيف جبارة السامي احترامه، أباء الأجلاء، إخوتي، أخواتي، يسعدني في هذه الأمسية أن أرحب بكم يا صاحب السيادة المطران جورج شيحان باسم صاحب السيادة راعي الأبرشية وباسم الرعية وباسم الآباء الأجلاء وباسم الخاص. تكبدتم مشاق السفر من مصر إلى هنا مع ما يترتب على كل مسافر اليوم من فحوصات للوباء الذي ما زال منتشرا في العالم لتشاركوا في هذا الحفل المبارك. تربطني بكم علاقة تعود إلى 36 سنة خلت، يوم كنت مشرفين على الطلاب الإكليريكيين في أبرشية جوني المارونية وأنا واحد منهم. بدوتم الأب الحنون تعطفون علينا، تستمعون إلى معاناتنا وهمومنا، فكنتم صلة الوصل بيننا وبين مطراننا. ما أسعدها تلك الأيام، نقوم بمخيمات صيفية رسولية في رعايا الأبرشية، وكنتم دائما العين الساهرة التي تهتم بكل شاردة وواردة. ونمت هذه العلاقة بعدما أصبحت كاهنا وصرت من ضمن الجسم الكهنوتي الواحد، نعمل معا لأجل أبرشيتنا وتقدمها الروحي والرعائي والرسولي. وكم ترددت إليكم بعدما عينتم خادما للجالية المارونية في الأردن، وما زلت أذكر يوم أقبلت برفقة المونسينيور بولس رفغالي لإقامة رياضة روحية لأبناء الجالية، ونزلنا ضيفين مكرمين في منزلكم في حي الشميساني لدى راهبات الوردية. ما زال كل حجر في هذه الرعية العامرة يذكر تعبكم وكدكم لأجل إنشاء هذا الصرح الرعوي المميز وهذه الكنيسة الرائعة الجمال. ولابد أن يكون لحضوركم اليوم وقع مفرح في نفوس أبناء هذه الرعية، لا سيما الذين تعاملتم معهم طوال 15 سنة. وكم كانت فرحة أبرشية جوني وهذه الرعية عامرة يوم انتخابكم أسقفا في كنيسة الرب على الموارنة في مصر وزائرا رسوليا على شمال أفريقيا. واليوم نتأهل بكم باسم صاحب السيادة وأبناء هذه الرعية قائلا لكم: حللتم أهلا ووطئتم سهلا في بيتكم هذا، فنحن الضيوف وأنتم رب المنزل. أخي الحبيب المونسينيور غازي، سنوات تتلو السنوات وأيام تأكل الأيام، معا دخلنا المدرسة الإكليريكية
سنة 1985، وسوية ترافقنا على دروب الكهنوت، وما زالت العلاقة متينة بين أبناء الفوج الواحد. فكم من المرات التي لا تحصى ولا تعد قمت فيها بزيارتك في منزلك والإقامة عندك تحت كنف والديك الست منتهى رحمها الله، تلك الأم العصامية المملوءة حناناً وعطفاً، والأستاذ بولس الرجل الوقور وصاحب المواقف الجريئة أطال الله بعمره. وما زالت اجتماعات الفوج السنوية مستمرة رغم تعاقب السنين، فحمداً لله على فوج متلاحم متراص يهتم أحدنا بالآخر اهتمامه بالأخ والشقيق. ولا أنسى وقفاتنا التضامنية في الأفراح والأحزان، وهذا خير دليل على تماسكنا وترابطنا المتين. وفقك الرب في الدرب الجديد الذي يخطه لك، عسى أن تحمل لك الأيام المقبلة كل الخير والبركة. وأنت أيها الأخ العزيز أبونا جوزيف، ولدت في أسرة عرفت أن تضع فيك حب الرسالة وعشق الموسيقى وشغف الكتابة والتأليف. ترافقنا معا طوال سنة دراسية من الجامعة إلى الإكليريكية، وأكلنا سوية من الصحن الواحد، ومنذ إذن نمت صداقة متينة جمعت قلبين يعشقان الرسالة المسيحية إلى حد التضحية بالغالي والنفيس لإيصال كلمة الإنجيل إلى أكبر عدد من المؤمنين. وها هي النعمة الإلهية تجمعنا مجدداً لنؤلف سوية مع رعيتينا أبرشية واحدة في بلدين اثنين وأرض مقدسة واحدة، أرض المسيح الحبيبة. هنيئاً لنا بك في ربوع هذا الوطن العزيز، عسى أن تكون خدمتك فيه شهادة إنجيلية مثمرة. وأخيراً تفاجأنا جميعاً بانتهاء خدمتك في هذه الرعية المباركة أيها الأخ الحبيب أبونا سامر. لم يلحظ أحد انتهاء هذه الخدمة حتى إعلانها منذ يومين فقط، وكأني بصاحب الغبطة أراد أن يختبر طواعيتك واستعدادك الدائم للرحيل والتنقل على مثال القديس بولس. فظهرت الكاهن المطيع المستعد لسماع كلمة رؤسائه بكل اندفاع وفرح. تعرفت إليك يوم كنت طالباً إكليريكياً في غزير بلدة الحبيبة، وازدادت معرفتي بك كلما ترددت إلى هذه الرعية المباركة. وفقك الرب في خدمتك الجديدة ومنحك بركته القدوسة. وأنتم أبناء هذه الرعية المباركة وجميع الحاضرين في وداع المونسينيور غازي وأبونا سامر واستقبال الأب جوزيف خادمكم الجديد، أطلب منكم أن تقفوا إلى جانب كاهنكم الجديد، هو الذي ترك رعية تعتبر أبرشية بحد ذاتها، وترك بلداً ولبى نداء الرب في هذا البلد العزيز، وأخيراً ترك زوجة وابنتين وأهلاً وأصحاباً ليكون إلى جوار أبناء رعيته الجديدة الموكلة إليه. وكما وضع يده على المحراث ولم يلتفت إلى الوراء، كذلك أنتم لا تلتفتوا إلى صغائر الأمور، بل أظهروا تماسككم ووحدتكم وحبكم لرعيتكم ولكاهنكم الجديد. فنحن في عصر أصبحت التحديات فيه كبيرة،
كونوا إلى جوار خادمكم كالملح الجيد في الطعام، وكالخميرة التي تخمر العجين، وكالنور الذي يضيء ظلمة هذا العالم. وإني أسأل الله أن يقف إلى جوار أبينا السيد البطريرك في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه لبنان، وأن ينقذ لبنان من الضائقة التي يمر فيها، وأن يبارك عمل أبينا صاحب السيادة المطران موسى الحج العين الساهرة على هذه الأبرشية، ولا ننسى ما يقوم به من أعمال إنسانية تجاه أبناء وطنه، ناقلاً إلى بعضهم الدواء والمساعدة الضروريين كل شهر. وأن يعضد آباء الكهنة الثلاثة في خدمتهم الجديدة مباركاً ثمار أعمالهم، فتثمر رسالتهم خيراً وقداسة، مردداً مع الكنيسة: أعطنا يا ربنا كهنة ورهبانا وراهبات وعلمانيين قديسين. آمين. أشكر الله على كل النعم التي أنعم بها علي وأرسلني لأبشر المساكين. أشكره من كل قلبي. أشكر غبطة أبينا البطريرك سياد مار بشارة بطرس الراعي، وسيادة المطران موسى الحج، والمطران مارون عمار على ثقتهما الغالية بي. وأوجه شكري إلى المطران جورج شحان الذي بدأ الرسالة هنا وأسس التعليم الصحيح في قلوب المؤمنين. وأشكر الأب سامر زكنون على تعاونه معي مدة 3.5 سنين، والخوري أنطوان دويهي الوكيل البطريرخي في القدس الصديق الحميم مع كل كهنة الصف اللواد الذين تأسسنا معاً ودرسنا معاً. أشكر الأب جوزيف سويت الذي رافقته ورافقني في الإكليريكية البطريركية وفي رعية مرتقلة السد البوشري. أشكر جميع الأساقفة في الأردن والكهنة وخصوصاً ممثلي رؤساء الكنائس، تعاوننا سوا وتناقشنا سوا وتبادلنا الخبرات. لا أنسى رعية الأردن، رعية مار شربل عمان في رحاب المملكة الأردنية الهاشمية. الشكر لكل مؤمني الرعية المترامية الأطراف كما يقال. أشكر كل اللجان والأخوية والجوقة والشدايقة الذين تعاوننا مع بعضنا البعض في الأحزان والأفراح. أشكر الجميع. إذا بدي عد ما بخلص، من الديوان الملكي إلى الحكومة إلى هيئة المغطس إلى كل مكتب من مكاتب الأمراء، أيضاً المعهد الملكي الذي دعاني دائماً بحضور ورعاية سمو الأمير حسن، المؤتمرات واللقاءات وتبادل الثقافات. أشكر الجميع الرسميين من عاملين اليوم وسابقين. أشكر أيضاً وسائل الإعلام وخصوصاً
الأعلام المسيحي والاتصال الاجتماعي. أشكر الجميع الذين يزورون هذه الكنيسة لطلب شفاعة القديس شربل. والآن إخوتي أودعكم على أمل اللقاء. صلوا لكي يعود لبنان إلى سابق عهده حتى يسمح لنا بزيارة الأحباء والأصدقاء. وإلى اللقاء، أستودعكم محبة يسوع المسيح. شكراً أبونا غازي، وبتترك بقلوب الناس كتير من الذكريات الحلوة. ربنا يباركك مطرح ما بتكون. أبونا سامر كمان الله يوفقك مطرح ما رح تكون. واليوم 4 حزيران 2021، من 24 سنة قلت له للرب أنا ذا أرسلني، حسبي أفني العمر أسير حبك فحبك وحده يحررني. من كم يوم ودعت عائلتي وودعت أهلي وصحابي وشبيبتي، ودعت الأرض اللي حبيتها وبتحبوها كمان أنتو، وكتبت عنا ولحنتها وغنيتها، وانهيت خدمتي برعية القديسة تقلى أولى الشهيدات. واليوم ببتدي مشوار جديد معكن مع أول قديس بكنيسة مار شربل عمان. من كم يوم ودعت مذبح تقلى وبستو آخر بوسي خدمته 24 سنة، ودعت معه ذكريات وأحلام وقدسات ورتب واحتفالات وإنجازات تركت الصدى الغميق أولاً بنفسي وبنفوس كل المؤمنين. واليوم ولأول مرة بست مذبح القديس شربل اللي عبير قداسته فحت بكل أصقاع العالم. من كم يوم ودعت شبيبتي كلهم صغار اللي ولدوا روحياً على إيدي، اللي عمدتهم، اللي سهرت على أول إربنتهم وكانت أروع احتفالاتي، ورفقتهم بالحركات الرسولية المريمية، فرسان، طلائع، شبيبة، أخوية مختلطة، أخوية الحبل بلا دنس، جماعة إيمان ونور، جماعات رسولية تانية وكتير جماعات. وأكيد ودعت اللي زوجتهم واللي قريت دموعهم وصعوبات حياتهم واللي ساعدتن واللي ودعتن على مملكة الآب. واليوم بتعهد قدامكن اسهر على إيمانكن واجمع أولادكن وانفخ فيهم روح الإنجيل، إنجيل الرب يسوع، وروح الإبداع وروح المحبة والسلام والرحمة وروح عنصرية ما بتهمد. يعني معكن رح أعمل ذات الشيء. من كم يوم طويت صفحة مجيدة مليانة ثمار روحية تقلوية نفسها لبناني، واليوم بفتح أول صفحة من كتاب جديد نفسه أردني رح يكون بإذن الله مثمر إذا عونتوني. وأنا بهالليلة بسند قلبي ومواهبي وخبرتي على صخرة إيمانكم. تحية لجلالة الملك ولوهجه وحكمته اللي فلشن على أهل مملكته. تحية لمجالسه وإدارة هالمملكة ومؤسساتها ورجالاتها اللي عقلبي اتعاون معهم عقد ما بقدر، تنكون باسم غبطه وسيادة المطران موسى الحج عم نتشارك معهم هموم أهل المملكة وصعوباتهم وإنجازاتهم وثقافتهم وخيرات هالأرض، وإن شاء الله كون قيمة مضافة إلكن. بوجه تحية ملكية هاشمية أردنية من هالأرض المقدسة اللي غبطت أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي طلب مني إنه مثله فيها بهالمرحلة الدقيقة من حياة وطننا العزيز لبنان. وتحية لسيدنا موسى الحج المدبر البطريركي لهالمملكة اللي اختارني وعيني تكون قلبه وعينه وممثله بالأردن وبكنيستنا الحبيبة. وتحية لسيدنا بولس عبد الساتر راعي أبرشيد بيروت المارونية اللي عطاني بركته، ولسيدنا شيحان اللي باركنا بحضوره الليلي. بطلب من سيدنا الحج وهو اللي حط بهالمركز وهالبيت، بطلب من سيدنا شيحان اللي حط بهالمركز وهالبيت كتير كتير من محبته، وإن شاء الله كون إذا مش مثله أكيد بحب كون
مثله بس مش أقل. أحبتي، وطننا لبنان جرحته الخلافات وقصمته الأحقاد والنكدية السياسية وهددته وهدمته المصالح الشخصية والأطماع، نهبته الضمائر الملوتة. بصلي ورح حط إيدي بإيدكن تنقدم صورة يسوعية مريمية يوسفية بهالزمن العصيب، مش نجيب اللي عم نعيشه ونبكيه بوطننا ونفلشوا على مساحة هالمملكة. وبتمنى أنا وإنتو سوا ننجح، وضروري ننجح بهالاختبار، وبوعد غبطتو وكل السادة المطارني وكنيستنا من هالمذبح ينطروا مني ومنكن إنتو كمان مواسم خير وبركة. ومثل ما ربنا بلش رسالته على هالأرض المباركة وعمدت 3 سنين عمل مشيئة بيه وكان الراعي الصالح، أنا كمان بمساعدتكن حابب كون راعي صالح، وهالشي رح يتطلب مني فتش عولادي اللي ضلوا، وافرح أنا وإنتو لأنهم رجعوا ولأنه كانوا ميتين وعاشوا وكانوا ضايعين ولقيناهم. وفتش أنا وإنتو عن الخروف الضال وما أرجع قبل ما لاقيه وحطه عكتافي وجيبه على البيت. ورح فتش أنا وياكن على الفلس الضايع، لأنه المطلوب مني ومنكن ورشة عمل كبيرة المملكة ناطرتها منا من زمان هون بهالمركز والكنيسة بالمغطس ويمكن بمطارح تانية على أرض هالمملكة. وشعبنا الماروني ناطر منا إنجازات ضخمة بهالمملكة وبالعالم، العالم كله ناطرنا وناطر منا. بالنهاية بقلكن إخوتي، مش جاي على المملكة تأخد مطرح حدا ولا اتطاوص على حدا ولا أشط حدا اللي معه، بس بوعدكن افتح قلبي وهالبيت بيتكن لكل حدا عم بفتش على حدا أو عم بفتش على شي. وشو بحب يلاقيه عنا بهالبيت بهالمركز. مش جاي تأشتغل لحالي، جاي تأشتغل مع كل قادة هالكنيسة وكنيسنا كتار، مع رجالات كتار تعرفت عليهم أنا وأبونا غازي بهاليومين اللي مرقوا. واسمحوا لي أشكر إخوتي رفاق الدرب الكهنوتي المونسنيور غازي وأبونا سامر على خدمتهم لهالرعية، وأكيد طبعوها بنفسهم وريحتهم وثقافتهم، وهلأ بياخد المشعل منهم وبكفي معكن أنتوا المشوار. وبتمنى تحملوني بصلواتكن لأنهم بيعرفوا هني شو ناطرني وأنتوا بتعرفوا شو ناطرني. بشكر خيبونا أنطوان دويها على كلمته اللي ألقاها، بتمنى له خدمة مباركة بالأراضي المقدسة. بشكر إخوتي الرهبات اللي بحبهم كتير واشتغلت 24 سنة أنا وياهن، رهبات الأم تيريزا، رهبات الصليب، رهبات الوردية. بشكر نور سات الأردن، وتحية لنور سات لبنان اللي اليوم عم تحتفل ب 31 سنة إشعاع ونور بكل العالم. بشكر لجنة الوقف والمجلس الرعوي وإخوتي الإكليريكيين وكل الفاعلين على هالأرض المقدسة والحركات الرسولية والجوقة على خدمتها المميزة، وكل اللي حضروا لهالاحتفال فرداً فرداً، واللي شرفونا اليوم بحضورهم انتو أهل هالمنطقة هالمملكة هالرعية. بحب تسامحوني إذا اعتذرت عن كتير عشوات وغدوات ولبيت كتير دعوات لسهرات إنجيلية ومصالحات. يوحنا قال، يوحنا الرسول، يوحنا المعمدان قال أثمروا ثمراً يليق بالتوبة، ويسوع قال من ثمارهم تعرفونهم. بدكن تشوفوا ثمار، ساعدوني بورشة بناء الإنسان مثل ما قال سيدنا شيحان بعظته، تنحقق أنا وأنتو مشيئة ربنا واللي هي أن لا يهلك أحد من الذين أعطاني إياهم. شعاري رح يكون جئت كي أجعل كل شيء جديداً معكم. أنا كمان بغلط وأنا كمان بعرف ضعفي، والقديس بولس كان يقول الخير الذي أريده لا أفعله والشر الذي لا أريده إياه أفعل. مشان هيك رح حاول قلل من نقاط الضعف هيدي، لأنه عقل بيكون هالحدا اللي أنتو عم بتفتشوا عليه تتتكوا عليه،
وإذا كانت كنيستنا كنيسة مرشار بالعمان بلشت مشوارها سنة 97 مثل ما سمعتوا من سيادته، السنة أنا وياكم رح نفتتح احتفالنا اليوبيلي، ورح يكونوا يوبيلين، يوبيل 25 سنة لكهنوتي ويوبيل 25 سنة لانطلاقة كنيسة مار شربل. ومين بيعرف يمكن بنهاية هاليوبيل يصير عندنا صرحين كبار مش صرح واحد. صلوا لي أنا معكم وأنتوا رح تكونوا بصلاتي، سامحوني على كل تقصير ممكن يصدر مني، الله يقدسكم، سوا نمشي الطريق، والله معكم، الله يقدسكم. السلام لجميعكم ومع روحك. ابسط ايها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك، كن لهم سترا وملجا، كملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر اليك والى ابيك المبارك وروحك القدوس الان والى الابد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد.